السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في تمرين من درس المعلم في مستوى السنة الثالثة إعدادي. إذا في هذا التمرين غنحاول نشوفو كيفية تحديد إحداثيتي متجهة. سبق لنا في سؤال سابق باش حددنا إحداثيتي نقطة. إذا السؤال يقول حدد إحداثيتي كل من المتجهات بي سي و أبي و أم أن و أو إف و أ أم و أو بي. إذا تحديد إحداثيتي AB و OF، إذا بشكل عام نأخذ المتجهة AB. القاعدة شنو تسقول؟ تسقول لنا بأن إحداثيتي ديال المتجهة AB كيساوي لنا XB ناقص XA. دائما نبدأ بإحداثيتي النقطة اللي كاينة في طرف المتجهة ناقص إحداثيات ديال النقطة اللي كاينة في الأصل ديال المتجهة. إذا XB ناقص XA YB ناقص YA. إذن غادي نديرو التعويض. إذن AB، إذن XB، إذن B الأفصول ديالها هي ناقص 1.5 ناقص الأفصول ديال النقطة A اللي هو 2.5 نقطة فاصلة، الأرسوب ديال النقطة B اللي هو 1.6 ناقص الأرسوب ديال النقطة A اللي هو 1. كنديرو دابا عملية الجمع. إذا ناقص 1.5 ناقص 2.5 كتعطينا ناقص 4. 1.6 ناقص 1 هي 0.6. إذا نكون بذلك قد حددنا إحداثيات المتجهة AB. طبيعة الحال الإحداثيات كتكتب إما بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة. هذه AB كنديرو بين قوسين، كنديرو الأفصول ثم الأرسوب، يعني كلتا الطريقتين صحيحة. الآن نحددو إحداثيات المتجهة BC. إذا BC غادي نحسبو مباشرة. إذا كنبداو دائما بالإحداثيات ديال النقطة ديال الطرف، النقطة اللي كاينة في طرف المتجهة ناقص الإحداثيات ديال أصل المتجهة. إذا XC ناقص XB، XC هي هادي هي ناقص 4 ناقص الأفصول ديال B اللي هو ناقص 1.5. إذا ناقص، ننتبه لأن هنا كاينة إشارة ناقص، ناقص 1.5 خصني ننتبه للإشارة هنا. إذا الأفصول ديال C ناقص الأفصول ديال B، إذا نقطة فاصلة، الأرسوب ديال C اللي هو ناقص 2 ناقص الأرسوب ديال B اللي هو 1.6. إذا B C، إذا ناقص 4 ناقص ناقص قاعدة الإشارة كتعطينا زائد 1.5 ناقص 2 ناقص 1.6 هي ناقص 3.6، لأن مجموع عددين سالبان هو عدد سالب. إذا B C ناقص 4 زائد 1.5 هي ناقص 2.5 ناقص 3.6. إذا هادو هما إحداثيتي المتجهة بس. الآن تحديد إحداثيات المتجهة ام ان و او اف. إذا بنفس الطريقة ام ان، إذا كنبداو دائما بالإحداثية النقطة اللي كاينة في الطرف ناقص الإحداثية النقطة اللي كاينة في الأصل. إذا الطرف المتجه هو ان، إذا اكس ان، إذا في هذه الحالة هو صفر، إذا هو صفر ناقص اكس ام اللي هو ناقص 3. إذا ناقص ناقص 3، دائما ننتبه إلى الإشارات. يغريك ان اللي هو 3.5 ناقص اكس ام اللي هو صفر. إذا ام ان صفر ناقص ناقص، يعني أترجع زائد، إذا صفر زائد 3 هو 3، و 3.5 ناقص صفر يعني 3.5. الآن EF، إذا إحداثيات النقطة F ناقص إحداثيات النقطة E. إذا الأفصول ديال F اللي هو 5 ناقص الأفصول ديال E اللي هو 1. إذا 5 ناقص 1
الأرسوب ديال F ناقص واحد ناقص الأرسوب ديال E. إذا الأرسوب ديال F ناقص الأرسوب ديال E. إذا ناقص ناقص جوج. دائما الإشارة. إذا EF خمسة ناقص واحد أربعة ناقص واحد ناقص ناقص ترجع زائد. إذا ناقص واحد زائد اثنان. إذا EF أربعة ناقص واحد زائد اثنان هي تساوي واحد. الآن إحداثيات AM و OB. إذا نبدأ ب AM. إذا XM ناقص XA YM ناقص YA. إذا نعود بشكل مباشر. إذا XM هي ناقص 3 و XA هي 2.5. إذا ناقص 3 ناقص 2.5 نقطة الفاصلة. بالنسبة للأرسوب، الأرسوب ديال M ناقص الأرسوب ديال A أي 0 ناقص الأرسوب ديال A اللي هو 1. إذا AM ناقص 3 ناقص 2.5 هي ناقص 5.5 و 0 ناقص 1 هي ناقص 1. الآن OB. إذا الأفصول ديال B ناقص الأفصول ديال A. إذا ناقص 1.5 ناقص 2.5 والأرسوب ديال B ناقص الأرسوب ديال A أي 1.6 ناقص 1. إذا نقوم بإنجاز الجمع. إذا ناقص 1.5 ناقص 2.4 هي ناقص 4. 1.6 ناقص 1 تعطينا 1 أو 0.6.